أسباب الانعقاد الندوة الصحفية هذه، أولاً أهم حاجة هي تعريف بالغرفة، غرفة الوطنية هذه، غرفة النقل، غرفة النقل السريع للطرود والبضائع. هذه ما هي أهم أسباب الغرفة هذه اللي انبعثت يوم 21 أكتوبر 2021، وهي معناتها من أهم أهداف اللي بعثت عليها الغرفة هذه هي تنظيم القطاع ومجابهة الإشكاليات اللي قاعدة يتعرض له القطاع. توصلنا في العامين هذوما بالتنسيق مع الأخيان سواء في وزارة المالية ولا في وزارة النقل وزارة التجارة لبعض الحلول إن شاء الله بقدرة ربي، معناتها بعض الحلول معناتها في تسهيل المعاملات، في بعض الحلول في معناتها بعض تغيير القوانين ما نجمناهمش، لكن فما مذكرات قاعدين يتخدموا سواء مع الخيان في الديوان او وزاره الماليه، اللي ان شاء الله بقدر ربي باش تنقص علينا الضغط بتاع المشاكل والاشكاليات في القطاع هذا. نطلب من السلطات معناتها والدوله انه تقرب لنا اكثر باش نوصلوا ننظموا القطاع هذا، لانه القطاع هذا جديد على تونس، قطاع نقل طرود سريع. قعدنا يعني عملنا محاولات انه نقربوا اكثر للدوله باش تفهمنا وتفهم القطاع نتاعنا اللي في ظرف معناتها 4 سنين ولا 5 سنين ولينا نشغلوا ما بين 10,000 و15,000، يعني عندنا موطن شغل وقادرين، يعني اذا كان الدوله تشجعنا وتقف معنا تشجعنا مش ماديا، شجعنا بجرة قلم تبديل شوية قوانين، تبديل ولو حتى معناتها في نطاق التعامل معنا، لأن احنا ناس مستثمرين نحبوا نشغلوا أكبر قدر ممكن معناتها من الناس، نحبوا نحسنوا الخدمات في تونس، لأنه في العالم أجمع معروف يعني قطاع الإيكوميرس يعني اللي ظهر بالنسبة للتوانسة في يعني فهموه أكثر في جائحة كورونا. إذا بينا يعني يكون فما في الدولة شكون يتفاعل معنا ونحاولوا مع بعضنا أنه نحسنوا القطاع هذايا. وحكيت أنت على معناتها الشركات العشوائية، يعني اللي هي استغلت فرصة معناتها كما نقولوا الظروف الاقتصادية الموجودة حاليا في تونس، أنهم معناتها يأثروا على خدمتنا وعلى الخدمات نتاعنا، ويعني ولينا في يعني وليت الصورة عكسية، في عوض أنه احنا نطوروا الخدمات نتاعنا، يعني ولينا نقلصوا في الموظفين ونقلصوا في المهم حتى الكاليتي سيرفيس تحت، بل يعني كي تقول انا باش نوصل كولي من العاصمه حتى البنغرديان في 24 ساعه كانت حاجه مستحيله، لكن بخبرتنا بالمهنه هذيا يعني ولينا قادرين انه في 24 ساعه تجيك معناتها الطرد نتاعك، تجيك القضيه نتاعك، فهمتني، في ظرف 24 ساعه، واحنا نعيشوا في عصر السرعه، معناتها هذيا معناتها لازم اهتمام اكبر للقطاع من طرف الدوله.